تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر وعرفان من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وذلك بمناسبة تفضل جلالته بالمصادقة على قانون رقم 19 لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة هذا نصها. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظكم الله ورعاكم ملك مملكة البحرين المفدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إنه لمن دواعي التقدير والامتنان أن نرفع لمقام جلالتكم حفظكم الله خالص الشكر والعرفان بمناسبة تفضلكم بالمصادقة على قانون رقم 19 لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة الذي يأتي صدوره من بعد استكمال فصوله بصيغة وطنية جامعة وموحدة للأسرة البحرينية، ومنسجما مع توجهاتكم النيرة وتطلعاتكم الرائدة في الارتقاء بالمنظومة القضائية الوطنية، ومنطلقا من حرص جلالتكم على تثبيت أركان العدالة في دولة المؤسسات والقانون التي ترعاها أسس ومرتكزات مشروع جلالتكم المتجدد للإصلاح والتحديث والهادف إلى استمرار تأمين نهضة وطنية حقيقية وشاملة لكافة أفراد شعبكم الوفي. ونؤكد في هذا السياق على أن صدور قانون جامع للأسرة البحرينية هو إنجاز تاريخي للمؤسسة التشريعية بمملكة البحرين التي تولت مسؤوليتها باقتدار مشكور، واستطاعت عبره أن تلبي تطلعات ملكية سباقة وحاجة مجتمعية ملحة لحفظ كيان الأسرة البحرينية وحماية حقوق أفرادها. وليتوج هذا الإنجاز سجل إنجازاتنا الوطنية التي تحظى بقيادة ورعاية جلالتكم السامية لكل ما من شأنه أن يرتقي بمسيرة الوطن المباركة ويعزز مكانة البحرين الحضارية بين الأمم، ودمتم في حفظ الله سالمين. قرينتكم سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.